اقعد على الكمبيوتر اعمل شات مع اصحابي، ادور على شغل من عبر النت، فاضي شويه ممكن اقعد على القهوه شويه وبعد كده اطلع انام. ده اليوم كل يوم. فرص العمل عمرها ما هتتخلق غير لما يجي من السطح ناس جديده، والناس الجديده دي اللي هتيجي باستثمار مش هتيجي طول ما بتسمع ان البلد فيها مشاكل. طول ما البلد فيها مشاكل والامن سايبها الاستثمار، هو الاستثمار مش هيجي غير لما يكون في امن.